طب في حاجة كمان يا شيخنا بعد إذنك. اتفضل. صبغة الشعر بالنسبة للراجل، السواد لو هي سودة، الأفضل تركها لكن من غير تحريم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، لفظة وجنبوه السواد لا تثبت. والحديث الآخر سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، هذه سماهم ليس سبب المنع من دخول الجنة الصبغ بالسواد. وهذا القول لأن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، وعقبة بن عامر كذلك كان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، وسعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد رضي الله عنه، والله أعلم. وإياكم.